مع من باريس الدكتورة جيهان جادو، سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة جيهان. بداية، إلى أي درجة ترون وتقدرون هكذا مشروع ينصف المرأة؟ اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد هذه خطوه جيده ايضا تضاف يعني لرصيد حمايه المراه وصيانه كرامه المراه. الحقيقه عندما تاتي جميع الدول العربيه وخاصه ايضا المملكه العربيه السعوديه بهذا المشروع، انا اعتقد انه اضافه جديده وجيده فيما يخص يعني الحقيقه محاربه كل ما هو مخل بالاداب ومحاربه كل ما هو الحقيقه لا يتفق مع يعني عاداتنا وتقاليدنا المحترمة. يعني أعتقد أنها خطوة جيدة لتجريم مثل هذه الأفعال الشنيئة يعني الحقيقة التي تخرج عن يعني المألوف، لأننا بكل تأكيد نحن في البلدان العربية نمتاز دائما يعني بصون كرامة المرأة وأيضا يعني صيانة عرضها. فأنا أعتقد أن هذه خطوة جيدة جدا أيضا تضاف إلى رصيد ورصيد كبير جدا في صدد الدفاع وحماية حقوق المرأة من أي أفعال قد تضر بشأنها سواء معنويا أو أيضا بأفعال مادية. ما الذي يشمله، يجب أن يشمله هذا القانون دكتورة جيهان وفق خبرتك، وما نحتاجه اليوم؟ الحقيقة لابد وأن يكون هناك، الحقيقة أنا أعتقد أن القانون خرج في شكل مشدد جدا، ويعني يعني العقوبة على المتحرش هي كبيرة جدا، يعني تصل إلى يعني مبلغ 3 ملايين يعني ريال في غرامة، وأيضا هناك حبس أيضا. يعني الحقيقة أنا أعتقد أن العقوبة تعد من ضمن أكثر العقوبات مشددة في العالم، يعني لأن هناك أمريكا وأيضا جمهورية تشيك، يعني الحقيقة هناك عقوبات مغلظة، وأيضا الآن جاءت السعودية لفرض عقوبة على المتحرش الحقيقة يعني كبيرة جدا، وأيضا في نفس الوقت قد تكون رادعة لمن تسول له نفسه بأن يسيء للمرأة أو يسيء لكرامتها. طبعا هناك لابد وأن يكون هناك شيء هام جدا، وهو التحقق ويعني الحقيقة والتدقيق في البلاغات المقدمة، وأن يكون للبلاغات الوهمية عقابا أيضا، لأن الحقيقة يعني لا نريد أبدا أن تكون البلاغات كلها وهمية بقصد يعني ينول أو أن هو يقصد يعني الصقر مثلا من شخص معين فتقوم المرأة بتقديم بلاغ، لكن أيضا البلاغات الوهمية لابد وأن تضع في الاعتبار حتى لا تكون يكون الموضوع يعني للجميع يعني متاح. كيف صحيح. طب كيف دائما سؤال يعني بدكتورة جيهان دائما بنطرحه، انه كيف يمكن التأكد من انه هذا فعلا عملية تحرش، جريمة تحرش، وبالتالي يطبق عليه هذا القانون وهذه المادة وهذه الغرامة؟ نعم، هو الحقيقة المرأة وحدها هي التي يعني يمكن نستطيع أن نقول لها هي الترمومتر الذي يحدد، لكن هناك أفعال مشددة مثل هناك حالات كثيرة تتعرض فيها المرأة للتحرش خاصة في جهة العمل، جهة العمل هذه لها قدسية خاصة، فالحقيقة يعني إذا يعني المرأة بطبيعة الحال لا تريد أبدا أن تخسر وظيفتها أو تخسر عملها، فكونها أنها تقدم بلاغ في هذا الشأن قد يكون أيضا يعني له جديته وله مضمونه. فالحقيقة يعني يمكن أنا ما أثارني جدلا في هذه النقطة خاصة في عرض هذا المشروع على في مجلس الشيوخ في السعودية، وهو يعني أن يكون المتحرش في جهة العمل يعني ظرف مشدد، وهذا الحقيقة يعني أنا شايفة أنه هو شيء جيد جدا. أما عن المقياس فللأسف يعني إلى الآن المرأة لوحدها هي التي تحدد إذا ما كانت مجاملة أو معاكسة أو أيضا خرج عن المألوف بأنه وضع تحرش قائم، وإذا طبعا ثبت أن هناك شهود وما ذلك قد يكون أيضا يدعم من موقف المرأة. شكرا. من باريس دكتورة جيهان جادو، سفيرة نوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة.